هنا منطقة سقارة، واحدة من أغنى المناطق الأثرية في مصر، وفيها هرم زوسر، أول بناء حجري في التاريخ بجانب العديد من المقابر والآثار الأخرى. وحالياً تم الإعلان عن اكتشافات أثرية جديدة بتعود إلى عصر الأسرتين الخامسة والسادسة من الدولة القديمة. احنا طلعنا أبيار كتيرة جداً، لكن أهم حاجة هقول لكم عن برين اللي داخل هذه الأبيار، توابيت مغلقة تماما من 4300 سنة، بير جواه تابوت احنا لسه ما فتحناش هذا التابوت. البير التاني اللي احنا فتحناه انا بعتبر ان ده من اهم الحاجات اللي انا عملتها في حياتي. لقينا تابوت وزنه حوالي 25 طن، الغطاء بتاعه من 3-5 طن. شفت قدامي مومياء لرجل مغطاة بالكامل برقائق من الذهب. الكاتب فتك وخنومجد اف وميري وميسي، أربع مقابر تم الإعلان عن اكتشافهم مؤخرا بمنطقة سقارة، بالإضافة لعدد من التماثيل الأخرى. اكتشفنا مقبرة لشخص اسمه خنومجد اف، ده الوظيفة بتاعته كان هو كاهن المجموعة الهرمية للأناس، وهو اللي بنى كل المجموعة الهرمية للأناس. عندنا مقبرة لميري كاتم أسرار الملك، عندنا مقبرة للمدعو ميسي، لقينا حوالي 13 تمثال زائد اللي بتعجن واللي بتضحك، عندنا مجموعة من تماثيل الأوشابتي وتماثيل بتاع سكر، عندنا مجموعة مهمة جدا من فخار من الدولة القديمة والدولة الحديثة والعصر المتأخر، لقينا مقبرة لشخص يدعى ميري، ده فيها مناظر من الحياة اليومية. تم الكشف عن ثلاث تماثيل حجرية ومائدة قرابين، إلى جانب الكشف من خلال آبار دفن بعمق 10 متر. بتدينا معلومات عن الفترة دي، عن كيفية النحت، كيفية الخط كان عامل إزاي، الخط الهيروغليفي. بالإضافة برضو بتعرفنا إزاي الديزاين بتاع المقابر كان شكله عامل إزاي. كشف أثري أكيد مش هيكون الأخير في منطقة سقارة، اللي لازال في باطنها كتير من الأسرار التاريخية والكنوز الأثرية. هشام الرباط، كلمة أخيرة.